أهلا بكم في هذا الفيديو. سوف نعرض لكم برنامج الجولة 12 من البطولة الاحترافية. هذه الجولة سوف تنطلق يوم السبت بلقاء شباب الحسيمة والمغرب التطواني على الساعة 3، وتستمر يوم الأحد بإجراء لقاءين، الأول بين الجيش الملكي والفتح الرباطي على الساعة 3، والثاني بين الدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد على الساعة 5. بينما يوم الثلاثاء سوف تجرى مقابلة واحدة، وهي مقابلة حسنية أكادير ومولودية وجدة على الساعة 6. وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الأربعاء بإجراء 4 مقابلات. المقابلة الأولى سوف تجمع بين أولمبيك خريبكا والوداد الرياضي على الساعة 4، بينما يستقبل نهضة بركان ضيفه أولمبيك أسفي على الساعة 6. فيما يرحل الكوكب المراكشي لملاقاة اتحاد طنجة على الساعة 7. ويستقبل الرجاء الرياضي ضيفه سريع وادزم على الساعة 8.